احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وصبحك الجميل، اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله كلمني ناس من المتابعين من عندنا من اسكندريه، بس المسافه بيني وبينهم بتاع حوالي ساعه كده ولا ساعه ونص، وكلموني قالوا لي احنا محتاجينك النهارده ضروري عشان الكلاب الكلاب مش عارفين يجوزوها. طبعا جينا قلنا قبل كده يا جماعه، انت دلوقتي انتايتك حيضه ليها ميعاد وليها توقيت، تابع كلبتك عشان ما تجيش تحتاج. لو انت مثلا بعيد عني انا مش هقدر ان انا افيدك الا بالفيديوهات بس او بالتليفون، غير كده مش هقدر ان انا مثلا اجيلك. فطبعا الناس تملي بتكلمني بتقول لي الحقني الكلبه خلاص هتقفل، الحقني النهارده اخر يوم. طيب انت ليه بتسيب كلبتك لغايه اخر يوم او لغايه ما تقفل؟ تابع الكلبه، الكلبه بتقعد يا جماعه 9 ايام او 10 ايام دم و10 زيهم اللي هم التنظيف اللي بيبقى فيهم الجواز، فانت تابع كلبك ما تسيبش كلبك لغايه الاخر. انت لو مثلا مش جنبي انا مش هقدر الحقك، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش، ما بيبقاش فيه حل، بتضطر الحيده تفوتك، والحيده بتاخد 5 شهور او 4 شهور من الحيده للثانيه. ربنا يسترها علينا وعليكم، وهنشوفوا الناس ان شاء الله النهارده رايحين لهم كده اهو، وانا طالع من الشغل ورايح عليهم، وربنا يسهل الحال ما يبقاش فيه مشاكل ونعرفوا نجوزوا الكلبين، لان هو بيقول لك حاول كذا مره وجاب كام حد من جنبه ومحدش عرف، اضطروا اللي هم بعد كده يكلمني. فانا رايح له اهو، ربنا المستعان، وان شاء الله خير ونقدروا اللي احنا نجوز له الكلاب. ويلا بينا نشوفوا ايه المشكله هناك، نقابلكم يلا. طبعا بقى النهارده انا لوحدي ومعيش حد، بقى طالع من الشغل على السكه، ربنا بقى يسهل بقى، نحاول نصوروا فيديو حلو ان شاء الله عشان نوري الناس حبايبنا ازاي برضو تعرف تتفادى مشاكل الجوازات. توقف هتكمل من هنا ماشي، لما تقول لي وقف وقف. وصلنا الحمد لله بالسلامه بعد معاناه الحمد لله، شاقه جدا. نخش بقى نشوفوا ايه المشكله في النتايه عشان برضه نوري الناس، عشان تحاول برضه الناس تعرف، لان زي ما جيت قلت لك لو مكان بعيد مش هقدر ان انا اروح. يلا بينا نخش. يلا بينا يلا بينا. طبعا شكل النتايه زي ما انت شايفها كده بتترعش حاجه، هي شكلها كده بتعوض ده ولا خايف عظم الخوف؟ لا لا مش هتعوض. طبعا زي ما جينا قلنا قبل كده بتبصوا على فرج النتايه الاول بتشوفوه، بتشوفوا الدنيا. طبعا بنبصوا كده على الفرج، هي النتايه كده بتنضف. طبعا زي ما جينا قلنا النتايه بتقعد 9 ايام بيبقى دم، و9 ايام ثانيين التنظيف اللي هو بيبقى فيهم الجوازه. طبعا هنا النتايه لازم تحرص منها، لان ممكن النتايه وهي خايفه كده اهو وانت بتعمل حركه زي كده اهو النتايه تعض، وهي اول جوازه تعض. فبتعض خوف. وطبعا هنا النتايه قصيره عن الذكر، فطبعا ايه هنعاني معاها. طيب احنا عايزين نجيب بس الفرشه تحتيها عشان بتزحلق. ابو السباب بس فوق من خفيف من خفيف بس برضه عليك كده ان هي خايفه. طبعا لازم تحنن الكلبه، ما تاخدهاش برضه ايه على الحمل، لان النتايه خايفه بتترعي زي ما انت شايف اهي. فبتبتدي بقى ايه تطبطب على الكلبه، ايه الرعشه بتاعتها ابتدت تروح، ما تاخدش على الحمل على اساس برضه لما تيجي الكلب ده هيطلع عليها هتقعد تفرك وتعافى. بس يا حبيبتي بس نجربه بقى كده الذكر برضه النتايه، عشان هنا الفرج بتاعها ضيق، بنجيبه يا اما فيزلين يا اما بيتادين يا اما زيت. طبعا هم شكلهم هنا كانوا بيجربوا، فما ينفعش لان الفيزلين مفتوح، صح كده؟ صح صح يا كبير. استنى اهو استنى لك. طبعا انت بتدهن هنا اهو على الحرف وبتدهن جوه.
طبعا زي ما كده قلنا بحط ايدي الشمال تحت المتايه كده على الفرد وبظبط المتايه لان العبر لما بيجي يخش بتاع الدقن بيخش مستقيم كده فلازم اكون انا رافع كده عشان الحق اعرف ادخل الايه العبر. يلا بينا. ماشي يلا تعالى يلا ماشي يلا اشتغل يلا لازم تخلي واحد معاك عشان يسند الكلب لان ممكن الكلب يطلع ويقع الناحيه الثانيه. زي ما انت شايف انا ليه بدعك الكلب كده من ورا على طول عشان بخلي الكلب يقشعر عشان يبتدي يخش جوه. اهم حاجه اكبس الكلب كده للاخر عشان الكلب ينفخ جوه ما ينفخش بره. سيب الكلب كده. انت نمت ولا ايه؟ حق على البركه يلا فتاك التليفون. زي ما انت شفت كده اهو. على البركه يا ريس. طبعا في ناس هنا اهو انت بتصور انت عرفت التليفون؟ ما شاء الله. لا 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 لما وقع مني. في ناس هنا العدو بتاع الكلب لما بيجي يخش كده اهو لما بتمسك الجراب بتاعه لو انت ما لحقتش تخش جوه النتايه الجراب من هنا العدو بتاع الكلب هينفخ. اللي هم البيضتين اللي بينفخوا جوه عشان الكلب ايه؟ يعشق. النتايه يعني في ناس بتتخيل ان النتايه هي اللي بتقفل على الضهر. هي ما بتقفلش الضهر بيخش كده ربنا عامل له هنا زي كورتين بينفخوا جوه لما يجي الكلب كده اهو الكلب خلاف ينفخ جوه فما يطلعش. فلازم تخلي بالك في ناس بتيجي تجوز الكلاب الكلب ما بيلحقش يخش كده اهو لغايه الاخر بتبقى النتايه ضيقه فبيفكر ان هو الكلب كده اتجوز. الكلب يلف كده اهو بيقعد 10 دقائق او 5 دقائق كده الكلب ما اتجوزش لان ما دخلش للاخر نفخ الكورتين جوه. لازم الكورتين ينفخوا جوه عشان الكلب ما يعرفش اللي هو يطلع. لما تيجي تعمله كده خلف خلاف يقف كده اهو لان الكلب بيضخ الحيوان المنوي نقطه كل 5 ثواني. عشان كده ده الحال الحيوان الوحيد اللي ربنا عامله كده اهو لازم يبقى خلف خلاف. اي حيوان تاني بيطلع يكب وينزل على طول. عشان كده انت لما هتيجي تلف هتلاقي العبو بتاعه نازل من ورا داخل على النتايه هنا اهو ادي اهو هتلاقي فين جوه اهو زي ما انت شايفه. سبحان الله. هنا بقى كل ما هو بيفش العبو بتاعه بيفش الكورتين اللي جوه الكلب بيبتدي ايه؟ يطلع واحده واحده يطلع يطلع لغايه ما ايه؟ يفك يفك خالص. بيقعد له هنا من ربع ساعه لساعه الا ربع حسب الذكر مش حسب النتايه. دي بترجع للذكر ذات نفسه. ويا رب الناس تكون عرفت عشان انا في ناس الواحد بيتضايق لما حد بيتصل بحد بيا ما اقدرش ان انا افيده قلب الفيديو بيبقى المشوار بعيد المشوار سفر فمش بنقدر افيده. والحيطه بتفوت عندك من 5 شهور لاربع شهور فبتبقى حرام. فزي ما انت شفت بتمسك النتايه تحننها الاول النتايه زي ما انت شفت كانت بتترعش تحنن الكلبه تمام 100 100 ما تدخلش عليها الدكر مره واحده هتخاف وهي خايفه بالراحه واحده واحده هتطبطب على الكلبه 100 100 اجيب فيزلين على طول اول مره او زيت عشان الكلب لما يجي يطلع فيها ما يضرب فضلش يضرب فيها يعورها وهي بتخاف. لما تحط لها مثلا فيزلين او حاجه بتزحلق معاك الدكر وترفع بايدك الشمال تعدل لازم تعدل عشان الدكر العجب بتاعه يخش كده. لو انا ما رفعتش من تحت الدكر هيفضل يضرب هنا يمين وشمال مش هيعرف يخش. ويا رب نكون في دماغكم وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده ونرجو ان تكونوا استمتعتوا معانا. يا جدعان اخويا اسمه مايكل يا جدعان نجم اسكندريه وجوازات تشريس تدريب اي حاجه 5 شهور امام احنا مايكل اداره اسكندريه في الكلاب يا جدعان. مجمعات يا عم مجمعات ربنا يرزقك. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وإن هنا سادتي وسادتي انت بتاعنا كابتن اليوم والى اللقاء في الحلقه القادمه.